السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. وما تنسونش اخوتي من اللايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. الممثل المغربي عادل بالحجام كيخرج على الصمت ديالو من بعد ما تلقى بزاف ديال الرسائل في الخاص اللي كيتشفاو فيه، فغادي نخليكم مع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن بعد الظن إثم. أنا متأكد بأن كل شيء كيعرف هذه الأيادي الكريمة، ولكن للأسف والله حتى للأسف حتى هذه الأيام تصدمت لأن ما عندي الوقت وكندخل بزاف المواقع التواصل. واو 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 خوتنا اش كيديروا للظن، اش كيديروا للظن، جالسين كيرتكبوا في إثم، كل واحد كيرتكب إثم فابور. والمشكلة هي ملي كتدخل الحساب ديالو كتلقى زعما داير فيها مظاهر التدين، والله الا كارثه. دابا ما نهضرش على سخريه، نهضر على معايا انا. وتلقى ها اللي مسافت ليا، وحده مسافطه ليا، هادشي كنهضر على الخاص مسافطه ليا، حتى كانت مرضوعه كيبان لكم الدين. واحد مسافت لي على ستوري تبع ديال السجود، على مالك انت قبل كنتي كتصلي؟ عرفتي راه كاين شي حوايج لا اله الا الله، لا اله الا الله، زعما بحال الناس جالسه معاك، بحال الناس عارفه شنو في القلب ديالك، بحال عارفه الحياه اليوميه ديالك. لا حول ولا قوه الا بالله. اما المهم داكشي كثير، ولكن واحد كاع هو اللي عجبني قال لك شتي هادشي اللي طرالك باش تبقى كتخدم في المعاصي وداكشي اللي كدير. سبحان الله، واش عرفتوا هاد السيد هذا شنو دار؟ هذا خدا مكان الاله، تأله. شكون اللي كيحكم؟ الحكم لمن؟ لله سبحانه وتعالى. شكون اللي كيعرف العاصي والمذنب والمحسن غير الله سبحانه وتعالى؟ شكون اللي كيعرف شكون غيدخل الجنه شكون اللي غيدخل النار؟ الله سبحانه وتعالى. للاسف للاسف كاين بزاف اللي يدعون التدين وهما مساكن بعاد كل البعد على التدين. جا واحد عند الشيخ الغزالي الله يرحمه، قال له ما جزاء شارب النار؟ كيتسنى يقول له النار العقاب، حتىش قال له؟ قال له ان تدعو له بالهدايه. يعني حتى الا كان بصح شي واحد كيدير داكشي، فما بالك الا كان ما كيديرش ولا انت ما عارفش اصلا. وانا صراحة مني كنقول هادشي هذا طبعا عمري ما غادي نقول الاسماء ديالهم ولا شكون ولا حتى شي حاجه، نتمنى غير انهم يشوفوا هاد السطوريات هادو. وكنقولها لهم بحب، والله لا بحب، لان غادي يشوفوا بان راه ما رديت عليهم حتى شي حاجه وخا قريت الميساجات ديالهم. لان علاش بحب؟ ما نبغيهمش على انهم يتعاقبوا بهذا الشيء. هذا هو الغرض. ونزيدوا حاجه واحده اخرى، الله يعطيكم السر، الله يخليكم، زعما والله الا كنطلبكم من القلب، الواحد فريمون كيبغيكم وكيحبكم، ما باقيش حتى شي واحد دخلوا، ما تسب حتى شي حد، ما تعاير حتى شي حد، ما توصف حتى شي حد بشي حاجه. شفتي شي وحده عريانه، شفتي شي واحد كيدير المنكر، شتي ما سوقكش، والله العظيم ما سوقكش. الله سبحانه وتعالى كيقول لنا عليكم انفسكم، الرسول عليه الصلاه والسلام كيقولوا ليس عليك هداهم. صافي، انت دير داكشي اللي عليك، داكشي اللي عليك ديرو، خلي كل واحد منه اللي خلقه. كل واحد يعرف بان اي كلمه اي حاجه كيكتبها في موقع التواصل فهو كيتحاسب عليها. وكيبقى في الحال ملي كتلقى ناس كما قلت كتدخل الحسابات ديالهم كتلقاهم عليهم مظاهر تدين، كنقول مظاهر لان التدين الحقيقي ما فيش هادشي. هذا اللي متدين حقيقي كيعرف بان الله سبحانه وتعالى قالنا عليكم انفسكم، يعني انت مسؤول على داكشي ديالك، ما سوقك في حتى شي واحد شنو يدير. الله سبحانه وتعالى ملي كيوصف الرسول عليه الصلاه والسلام كيقول ما ارسلناك الا رحمه للعالمين. الرسول عليه الصلاه والسلام كيقول كيوصف نفسه كيقول وما بعثت لعانا ولا سبابا، يعني ما خص حتى شي واحد يلعن شي حد ولا يسب شي حد ولا يشتم شي حد، راه ما يمكنش، راه الله سبحانه وتعالى قالنا شنو كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، فاش اسوه حسنه؟ فبالتالي هذاك هو القدوه ديالنا رسول الله. رسول الله ما كان كيسب ما كان كيلعن الكفار، فما بالك ناس مسلمين بحالك بحالهم. الله يهدينا ويهديكم. المهم بالنسبه للناس اللي دائما كيقول لك يتسنى الطاقه الايجابيه ودائما الفرحه ودائما الابتسامه، راه حتى هادشي بالفرحه والابتسامه، وحتى هادشي هذا داخل في اطار على اننا نبغيو ناس وحدين اخرين ونبغيو لهم الخير، ونبغيو على ان الايجابيه تعم على كل شيء. ومن الاسس ديال الايجابيه هو اننا نبغيو بعضياتنا، ما يمكنش كل الايجابيه وشي كره شي وشي ما حمل شي وشي كيسب شي. لا، الايجابيه ما كيمكن لها تجي الا بالحب، اولا تحب نفسك وثانيا تحب الاخر. يلا شعار ديالنا الدائم خليك ديما إيجابي.
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يهدي مخلق. فكنتظر في تعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع ودعواتكم مع أختي بالشفاء العاجل. الله يشافيه ويشافي جميع مرضى المسلمين يا رب. فهنا أختي غنكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا على حسن المتابعة. إلى فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.